ولاد حريز الساحل ولاد حريز هي جات في واحد الموقع اللي هو كنقولوا المنافس ديالها هي الدار البيضاء. ولكن ملي كان السيد الخضير رحمه الله جاب هنا واحد العدد ديال المواريد استثمارات ديال المستثمرين، ما منها الاطلس، ما منها بروتيك، ما منها عدد ديال الوزينات، وما منها جوج لي تسمات ثلاثه، واحده ديال السيم صرح، واحده ديال السمهال، الاخرين ديال التعاونيه حداك، ثلاثه لي تسمات جابوا بالخضير. المهم جا القذار وفي 2009 دامجت الساحل ولاد حريز والخيطه، هي كانوا فروقين. من دامجنا الساحل ولاد حريز والخيطه ولا جماعه الساحل ولاد حريز، شطرنا في العمل ديالنا. السي بالخدير رحمه الله جا السي دريس بن نور كان في الاتحاد الاشتراكي وخاض زمام الامور الرئاسه، ضرب عام ما 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 قدش التسير، فشل في العمل ديالو في التسير. جنا واحد السيد اخر مشينا معاه لسميدو، اجبرنا بالخدير تخلي 8 المناير، والسي حارس عبد الباقي مخلي 6، هي 14 منير فائض. ملي دخلنا حنا وبدينا كنسيروا تلفنا 14 منير ولات عندنا 28 منير كلها كانت البنية التحتية ديال الساحل ولاد حريز. هذه قبل الانتخابات الاخرى، منها الطريق هذه اللي كتشوفوا فيها، من واحد اخر سيدي قاسم، منها الدواوير كامله مشات بالكودرون، وباقي باقي ما هنا فين وقفنا، وقفنا في هذه المنطقه هذه اللي دابا حاليا انا راني عاضو في الجماعه الساحل ولاد حريز. حنا 27 عاضو من غير اخوات. الخطا اللي درنا في المصير السياسي ديالنا هو جا واحد السيد خاض الرئاسه لا علاقه ليه بالجماعه ولا علاقه ليه بالبلاد، كما كنقولوا حنا ان البلاد كيصلحوا مواليها. هو لاكارت من طنجه للقويره كانت تسموه مغاربه جميع، ولكن مسقط الراس كيبقى يشدك عدو بين الوزير مسقط الراس ديالو الجبل وكيمشي للجبل وكيدير فيه طريق. علاش؟ لان مسقط الراس الام. حنا ارتكبنا واحد الخطا ما يتعوضش، درنا واحد السي رئيس ما الري موج ديالو كيبرك معنا، كنديروا المشروع كيستشر مع الاخ ديالو، الاخ ديالو بارك في السوالم وكيعطيه الاوامر بالتليفون. ما عرفناش كيف غادي نزيدو. مشينا على السيد العامل حكينا ليه المشكل، ودابا المشكل راه مطروح على السيد العامل، وكان بينا هو جرات بينا الوقت درنا استقاله على 23 واحد، مجموع 23 درنا منها، بقاو مع شي ثلاثه ولا اربعه اللي ما داروا استقاله. حاول تسير تسير، جاب واحد السيد ولا مستشار، سماه هو بالمستشار ونفى المكتب المسير، استاذ النواب نفاهم، ما بقاش كاين من حيد لي التفويض، كاين ما بقاش يستشر معاهم، ولا كيستشر معاه هذاك المستشار اللي جاب هو الرئيس ما عندوش حق يسوق السياره، لا هو ولا النواب. خاص السياره يسوقوا الموظفين ديال الجماعه اللي كيتقاضوا شهريا، هما اللي خصهم يسوقوا السياره، وتشوفوا السياره تمشي بالارض وميسيو هي غاديه خارجه قضيه شي حاجه، وبالكيلومتراج كيتحسب باش يدار الكازوال. هذا هو القانون ديال الجماعات. ولاد حريز خاصه مجلس، نقولوا خاصه رئيس، هذول خاصه ولاد حريز، خاصه على الرئيس، على الرئيس. وكنصوتوا ليه بالاغلبيه باش ما نقولش درنا ليه العصافه الرويضه، كنصوتوا بالاغلبيه عليه باش نزيدوا لقدام. ولكن هو الى يدري يزيد لقدام، قلنا ليه زيد عشوية من بلاصتك، عشوية شوية عشوية تحرك واحد شوية. من لا كنقول يا ودي خصك تمشي للعماله، شو المصالح الخارجيه، استثمر الناس، غوتوا المستثمرين يجيو، لوحوا في الفيديوهات ديروا ندوه صحفيه بين الجماعه جات حتى الدار البيضاء. حنا حنا اولى. الساكنه كتحتاج جميع الموارد كامله خاصها، باقا البنيه التحتيه ما كملتش، باقا الربط الفردي ديال الماء ما كاينش، كاين عوينات دابا السقايات، يلا بدينا في واحد المشروع. اه المشكل مطروح بزاف ديال الماء هنا، بزاف كاع ماشي شويه. وحنا كان الربط الفردي
واه كتمشي تسقي فين كتمشي كاين اللي مسكين كيضل كاع النهار على 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 200 لتر ولا 100 لتر باش يجيبها للدار ديالو. هنا الماء عندنا حنا هنا في الساحل ولاد حريص ما كاينش الربط الفردي، ما كاينش ناس كانوا يشطوا ويديروا الربط الفردي. يلاه دابا شي جمعيات ولاو كيدخلوا الربط الفردي ولكني باقيين ضعاف. يلاه عندنا جوج جمعيات دابا، وحده في المواليك ولاد علال وحده في الشرقاوق. يلاه داروا الدراسه ويلاه غادي يبداو الربط الفردي، ولكن جماعه فيها 476 كيلومتر كاريه خاصها بزاف، وخاصها خاص الرئيس يتحرك. إلا قلنا لي ودي أي حنا درنا خطأ. علاش قلت لك في الأول؟ قلت لك درنا خطأ كبير، خطأ خطأ في العمر ديالنا درناه هو هاد القضية. بينا ولسان كيقول لك واحد المتاليدي ويد القابلة يخرج دري عور، فعلا حنا خرجنا العور فصلناه في الزيادة فصلناه. علاش فصلناه؟ درنا واحد لا يسوى شي يدير هاد يدير الرئيس، وخلينا دراري عندهم المصدر. كاين عنده المصدر، كاين عنده الإزازة، ما ولا كيشوه من اللور.